منتخبنا المصري لكرة اليد يتفوق على منتخب البرتغال 37-31 في افتتاح مشواره في أولمبياد طوكيو. المنتخب المصري القديم يذكر ولا جديد يعاد، يشرفنا دائما في كرة اليد منتخبنا على مر العصور من زمان، من أيام أشرف عواض والعطار وسامع عبد الوارث مرورا بحسين زكي، وأجيال كلها بتمتعنا وبتثبت ان مصر في كرة اليد كبيرة جدا جدا، اذا كان في افريقيا ولا اذا كان حتى على المستوى العالمي. في كاس العالم اللي فات طلعنا من دور الثمانية على ايد بطل العالم. المنتخب المصري ادى مباريات رائعة في كاس العالم اللي فات، وطول عمرنا في كرة اليد مميزين. النهاردة مباراة كانت مع منتخب البرتغال في افتتاح مبارياتنا في طبعا الأولمبيات، وبنأمل ان شاء الله ان احنا نكمل في الأولمبيات وناخد ميدالية في كرة اليد. المنتخب المصري لعب البرتغال النهاردة، الشوط الاول كان يعتبر سجال ما بين الفرقتين وتسرع المنتخب المصري. واللي بيتابع كرة اليد وبيتابع المنتخب المصري، النهاردة المنتخب المصري دفاعيا لم يكن جيدا، وده اللي اثر عليه في الشوط الاول، وكان النتيجة في تعادل ما بين منتخب مصر والبرتغال 15-15. لكن انقلبت الامور الشوط الثاني مع نزول الطيار. الطيار حارس مرمى المنتخب المصري اللي النهارده مان اوف ذا ماتش، وتم اختياره رجل المباراه. النهارده قلب النتيجه لمنتخب مصر. النهارده برضو دودو لاعب الهاف في منتخب مصر، النهاردة برضو احرز حوالي 7-8 اهداف وقلب النتيجة وقلب اللقاء، مع تألق علي زين، مع تألق احمد الاحمر في ركلات الجزاء. احمد الاحمر الفاكهة اللي باقية خلاص، يعني العمر بيجري واحمد الاحمر بيكبر، لعيب من اللعيبة اللي في تاريخ مصر، من افضل اللعيبة اللي جت في تاريخ مصر في كرة اليد. النهاردة المنتخب المصري استحق الفوز، ولكن انتظر الفوز لحد بعد الدقيقة العشرة من الشوط الثاني، وفرقنا ورحنا لفرق 6 أهداف ووصلنا كمان ل7 أهداف بفضل الطيار. يعني النهاردة اللي عمل مباراة أكثر من رائعة، إذا كان في اختراقات يصد، إذا كان من رميات جزاء يصد، النهاردة يعني عمل مباراة أكثر من رائعة. ودودو صراحة دودو، يعني لو هتقولي مين مان اوف ذا ماتش هقولك الاثنين، دودو والطيار. النهاردة من برة 9 شوط صعبة، شوط يعني قوية، راجل عمل كل حاجة النهاردة في المباراة. وعلي زين، علي زين يعني المنتقل لبرشلونة برضو عمل مباراة رائعة. علي زين الفنت بتاعه بيودي المدافع في حتة وهو يعدي ويحط، حتى وهو ممسوك بيوديه ويروح يحط. علي زين من اللعيبة الجيدة جدا، نتمنى له التوفيق في برشلونة. نطوي صفحة البرتغال، انا داخل اتفرج على المباراة قلت مصر هلاقيها فرقة، يعني ما اتفرجتش على الشوط الاول كله، قلت هلاقيها فرقة، لقيت المباراة تعادل وماشية نقطة بنقطة. ايه يا جماعة ده البرتغال، يعني ده احنا بنلاعب السويد وبنلاعب يعني الدنمارك وبنلاعب الفرقة دي وبنفوز عليها وبنتعادل معاها وبنخسر، لما بنخسر فرق واحد ايه اللي بيحصل ده؟ لكن الشوط الثاني الصراحة انقلبت الامور للمنتخب المصري، مبروك لينا. وطبعا ان شاء الله في المباريات القادمة نشوف مستوى احسن من كده، عايزين ميدالية، عايزين ناخد ميدالية. والله سهلة قوي، المنتخب المصري في كرة اليد يعني الجيل ده جيل كويس جدا جدا ولعيبة مميزة جدا جدا، نتمنى التوفيق. وليه رأيكم في الكومنتات، ان شاء الله نشرف مصر ونشرف العرب، احنا يعني ممثل عن العرب وعن بلدنا مصر. قولي رأيك في الكومنتات، بحبكم في الله ودمتم في امان الله، سلام.